مصطفى رئيس تحرير مجلة الديمقراطية اللي قبل الفاصل الإعلاني قالت لي إنها اللي عملته باستقبالها شالوم كوهين سفير إسرائيل في القاهرة ليس تطبيعا، وإن إحنا آن الأوان لأن إحنا نحاول نشتغل على تحسين صورة مصر والعرب في الخارج. متهيألي الموضوع ده محتاج تغيير شامل في النظرة للعلاقات الدولية. يعني طالما ان احنا جزء من العالم الدولي، طالما ان احنا يعني بنطمح دائما ان احنا يكون لينا مكانة بين الدول المتقدمة، فيبقى احنا لازم نتكلم بلغتهم. دي اول حاجة من وجهة نظري، لازم تفهم العالم ده شغال ازاي النهاردة بعد ما تقدرش تكلمه بلغة كنت بتكلمها من 30 سنة، لغة سياسية مثلا يعني كنت بتقولها من 30 سنة، ما ينفعش النهاردة. الدنيا بتتطور، الدنيا بتتغير، ممكن إسرائيل تكسب أرضية برة أو في اعتراف بيها أكتر أو بمنهجها أو يعني بالكالتشر الموجودة بالثقافة بتاعتها أكتر من الثقافة العربية، لأنه إسرائيل بتتكلم لغة العالم الدولي. أنا ما بتكلمش على الحروب وعلى الحاجة، دي مسألة تانية خالص. إنما هي ككل كسيستم ككالتشر هي جزء من العالم الغربي، مندمجين أكتر طبعاً في المنظومة الدولية. طبعا طبعا، وبيعبروا بيتكلموا بنفس لغتهم، بيعرفوا يقنعوه، بيعرفوا يقولوا لهم، بيعرفوا كذا، لكن وبالتالي احنا شطار قوي في الحصول على دعمهم أكيد المتناهي، أكيد سواء مادي أو سياسي أو معنوي. والنجاح الأكتر إن هو دايما بيبين الطرف الآخر اللي هو العربي إنه كده شخص إما متطرف، يا إما بيحمل سلاح، يا إما بيصرخ، يا إما بيقاطع، يا إما بياخد قرارات هيستيريكال. يعني الصورة دي بقت ستيريوتايب، بقت نمطية. زي كده بعد 11 سبتمبر ما كان صورة المسلمين نمطية سلبية. بس في ناس الدكتورة هالة بتقول إن التطبيع وسهولة التطبيع بمفهومه التقليدي، يعني ان احنا نقابل المسؤولين كمين ونروح نحضر مسرحيات ونشوف مهرجاناتهم السينمائية ونزور القدس رايح جاي دون الحصول على الحقوق الفلسطينية المشروعة، انت كده بتفقدي ورقة ضغط مهمة جدا في ايدك. ورقة الضغط يا استاذ معتز بيختلف من عصر لعصر، من مرحلة لمرحلة. يعني احنا اتفقنا ان التطبيع ده او الامتناع عن التطبيع هو ورقة ضغط. طب ورقة الضغط اللي كنت بستخدمها من 20-30 سنة هي نفس ورقة الضغط اللي لازم استخدمها النهاردة؟ طيب ولما انا استخدمتها طول الفترة دي، ده منع حروب فظيعة جدا وقعت في جنوب لبنان وفي غزة وفي يعني واللي تسببت في قيام الانتفاضة وفي المشاكل اللي حصلت، وبعد كده حصل بقى موضوع حماس وغير حماس. يعني هل المقاطعة دي أو الورقة دي بالفعل أدت إلى تغيير السلوك الإسرائيلي وسياساتها؟ نفعت في إيه؟ يعني هل هي أدت مثلا إلى اكتساب الولايات المتحدة إلى صف العالم العربي؟ خليني أوجه يعني السؤال ده سؤال كويس قوي عايز أوجهه لضيفي على التليفون دلوقتي. تفضل. في برنامج 90 دقيقة، وهو الاستاذ عبد الله السناوي رئيس تحرير جريده العربي الناصري. اهلا بيك استاذ عبد الله. يا اهلا بيك استاذ معتز. سؤال مباشر، الورقه دي حققت ايه لما نفضل نقعد نستخدمها؟ ما فيش اي اعاده نظر او مرونه في تطوير المنهج؟ يعني الحقيقه قبل ما اجاوب على سؤالك، انا يعني قريت واتفرجت على كذب واضح وتضليل للراي العام، وقيل أن العربي قد نشرت حوارا مع السفير الإسرائيلي، هذا الحوار منشور في جريدة الشرق الأوسط ذات العلاقات التطبيعية مع إسرائيل عبر نظير مجلي مراسلها في تل أبيب، وكان يتحدث عن تطبيع الدكتورة هالة والدكتور عبد المجيد سعيد وعدد كبير من المثقفين والصحفيين، فقد نشرنا هذا الحوار للكشف الذين يطبعون مجانا مع إسرائيل والذين يعقدون علاقات صداقة مع السفير الصهيوني، ثم يأتون إلى قناتكم عبر وسائل الإعلام لإعطاء دروس للرأي العام في إدارة العلاقات الدولية والعلاقات. لا يا أستاذ عبد الله اسمح لي أقطعك. لا 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 لا، ما فيش دروس، ما فيش دروس يا أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، أستاذ عبد الله، لا 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 أستاذ عبد الله، أستاذ عبد الله، يا أستاذ عبد الله، التجاوز مرفوض. الدكتورة هالة مصطفى ضيفتي والتجاوز مرفوض. يمكنك ان تطرح ثانية واحدة استاذ عبد الله، استاذ عبد الله هقطع الخط بالمناسبة، هقطع الخط، مش هينفع تتطاول وتتجاوز. الدكتورة هالة قالت 1 2 3 4، تقدر ترد على 1 و2 و3 و4 بشكل موضوعي دون انك تدي يعني نتجاوز عن حدود الادب واللياقة. في الاخر دكتورة هالة مصطفى زميلتك، انتوا الاثنين صحفيين مصريين للقاب صحفيين بحظ التطبيع مع إسرائيل.
تمام. ايه السؤال؟ نعم. ايه السؤال هو استاذ عبد الله؟ خليك هادي شويه بعد اذنك. لا مش هادي، لان هناك تجاوز بحق التيار القومي وبحق جريده العربي وكذب صريح حدث اليوم. طب ممكن توجه سؤالك بطريقه مباشره؟ نعم اتفضل. هل حضرتك يعني بتوجه سؤال لدكتوره هاله مصطفى؟ هي لا، انا بوجه رساله الى الصحفيين والى المثقفين بان ورقه مقاومه التطبيع هي احد الاوراق الاخيره في يد العرب، لعلنا نعرف ان هناك ضغوطا من اوباما على الحكام العرب لتطبيع مجاني واسع عربي واسع مع اسرائيل مقابل ايقاف مؤقت لمده 6 أشهر للمستوطنات الاسرائيليه. ومع ذلك نتنياهو رفض، والرفض نتنياهو لانه يثق ان المقاومه العربيه او الممانعه العربيه اصبحت ضعيفه بفضل مثل هذا الكلام ومبادرات الدكتوره هاله باستضافه السفير الاسرائيلي. كاننا نقدم قضايانا ومصالحنا مجانا، وهم يطلبون التطبيع ويطلبون التطبيع مجانا، بينما هي يعني تعطي دروسا في اداره السياسه الدوليه. يعني انا اريد ان اعرف بعد يعني 35 عاما من المبادره المصريه تجاه اسرائيل، مبادره السادات الذي تترحم عليه الان، ماذا جنينا؟ يعني هنا العالم العربي الوزن الاقليمي والسياسي المصري اصبح مزريا الى حد كبير. وزن مصر في افريقيا بدليل ما حدث في يونسكو، اخذنا 4 أصوات من 13 صوتا. الحلفاء متهيألي مصر يعني مصر رجعت يا استاذ عبد الله. هفكرك بس بحاجه صغيره الذي تتحدث عنه تطلب منا ان نلقي جانبا ورقه التطبيع. هفكرك بحاجه صغيره مصر رجعت ارضها وبنت مجتمعها وعملت مرحله مش بطاله ابدا في عجلة التنمية، عشان تقول ان مفيش حاجة حصلت. نعم انا بختلف مع هذا التقييم، وانت في برنامجك طالما تتحدث عن عجلة التنمية راجع برنامجك وراجع القضية التي تطرحها لتعرف بكل بساطة الى اين وصلنا اجتماعيا. يعني دخلنا عصر التسول، هذا هو احد ثمار السلام المصري الاسرائيلي، بالاضافة الى ان السيادة المصرية على سيناء هي سيادة منقوصة إلى حد كبير، ثم أن الوزن الإقليمي المصري في محيطها العربي والإفريقي أصبحت يعني كما تعرف تماما أصبحت يعني أصبح مزريا يعني. تمام. على كل حال حضرتك قلت وجهة نظرك بكل حرية، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا في أزمنة سابقة دون الدخول في التفاصيل. لكن في هذه الأزمنة كانت مصر هي قيادة الأمة العربية، وإذا كانت هالة مصطفى في مثل ذلك الزمن قد صنعت ما صنعت فهي تعرف ما كان مصيرها في هذه الحالة. على كل حال بشكرك على المداخلة بتاعتك معنا. الأستاذ عبدالله السناوي رئيس تحرير العربي الناصري موقفه مفهوم، وهو بس انفعالي زيادة عن اللزوم. أنا كنت أحب أن الأستاذ عبدالله يعني إيه يكون الحقيقة يعني كول شوية، وأنا كمان برضو لأنه دي مش وسيلة أبدا، مش أسلوب حوار يعني. وعلى كل إن كل واحد طبعا ليه أسلوبه وليه منهجه وليه طريقته. إذا كان هو بينكر عليا إن أنا مؤمنة بمنهج الرئيس الراحل أنور السادات، فأنا عمري ما أنكرت على حد مثلا إيمانهم بمنهج الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أو غيره أو غيره. وبعدين إنه إيه العلاقة بين إنه السلام أدى إلى التثور في مصر؟ يعني ده يعني أنا مش فاهم الحقيقة إيه الربط. ثانيا اذا كان هو على الحوار هو بيقول ناشرين وعن الشرق الاوسط، خلاص يبقى كروما انا اخطات في ده. وبعدين طب وايه الداعي لاعاده نشر واذا كان لسه منشور قبلها باسبوع في جريده الشرق الاوسط باللغه العربيه؟ يعني انا يمكن عشان كده جه الخلط. هو في اي موقف سابق ما بينك لا وبين لا انا عايز اقول حاجه إنه العربي الناصري لا 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 خالص, خالص. انا عايز بس اقول حاجه يا استاذ معتز، هي بقى في مصر كلها الناس اللي هم بينتموا للمدرسة الفكرية الليبرالية اللي احنا يعني كتير منا طبعا منتمين اليها دلوقتي، بيكونوا يمكن بيكونوا اكثر انفتاحا، بيكونوا اكثر رحابة صدر، بيبقوا متقبلين الرأي الاخر، لانه دي الفلسفة الليبرالية. فلسفة الليبرالية هي فلسفة الحرية، فزي ما انا احب اكون حرة في افكاري احب كمان لا انكر عليك حريتك ابدا هو في التعبير عنها. انما في مدارس فكرية بحكم التاريخ وبحكم منطلقاتها الفلسفية او المذهبية هي بتضيق شوية او يمكن كتير احيانا
بالرأي الآخر. وإحنا عارفين أنه في مدارس اليسارية كانت بالشكل ده طبعا وعادت منتشرة في مصر فترة طويلة، لأنه الأيديولوجية الماركسية هي بطبيعتها شمولية ولا تقبل الـ يعني الجانب الآخر أو الرأي الآخر. في آخر جملة الكلمة رنت في دماغك، لأنها رنت في دماغك، بيقول هلا مصطفى لو كانت عملت